بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى جموع المصلين من أهل الرملة يجتمعون ليجأروا إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستسقاء، دعاء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ونجتمع في هذا المكان العريق العظيم في مسجد الجامع الأبيض، في ساحة هذا المسجد العريق بالتاريخ العظيم، لندعو الله تعالى ليسقينا سقيا ويغيثنا إغاثة رحمة وسقيا رحمة بإذن الله تعالى.